ما المقصود بحسبي الله ونعم الوكيل؟ حسبي الله مأخوذة من المصدر حسبه، وتأتي وتعني كفاه، أي أن الله تعالى الكافي لمن يوكل أموره إليه، فهو نعم الموكول إليه الأمور، وتأتي بمعنى الكافل والمخصوص بالثناء والمدح. ومعنى التوكل أن يوكل المسلم أموره لمدبر الأمور وهو الله تعالى، وهو نوع من أنواع الثقة به. ومعنى حسبي الله أي كافيني الله، ومعنى ونعم الوكيل أي نعم من يوكل إليه الأمور. وقال النحاس في معناها أن حسبي الله أحسن من حسب الإنسان لنفسه. وأما معنى الوكيل فهو الكفيل والمعين، وقيل هو الذي توكل إليه الأمور، وهو المعتمد والملجأ والقائم بالأمور، ويأتي بمعنى الشاهد والحافظ والحفيظ والكافي، وهو الكفيل بأرزاق عباده ومصالحهم، وهو الذي توكل إليه الأمور. وكلمة نعمة هي من كلمات المدح. والحسيب هو الكافي، كما ورد ذلك في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. وأما نعم الوكيل فتعني أي أن الله تعالى نعم المتوكل عليه في جلب الخير والنعم ودفع البلاء والنقم، كما ورد ذلك في قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فضل حسبي الله ونعم الوكيل. لقول المسلم حسبي الله ونعم الوكيل العديد من الفضائل، ومنها ما يأتي: أولا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به، فهو السبيل إلى العزة والكفاية والنجاة من الشدائد والمصائب. الحصول على الخير ودفع الشر عن المسلم في الدنيا والآخرة، وكذلك دفاع الله تعالى وعونه، والاكتفاء عن دفاع غيره وعونه. فقد أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بقولها عندما يغلبه أمر: التحصن بالله تعالى والشعور بالأمن من كل ما يخشاه الإنسان. من فضل قولي حسبي الله ونعم الوكيل أنها دليل على إحسان الظن بالله تعالى وانتظار فضله، وسبب لرد كيد الأعداء ورفع الخوف والظلم. كذلك التوكل على الله تعالى وجعله الوحيد الكافي والحسيب، ويقولها المسلم عند الشدائد للاستعانة بالله تعالى.